شايف، انا شايف عماله بقى تتابع بقى مش عارف مين اللي جنبها، ما خدتش بالي، عماله تضحك وكده. تريات جوه الباص. ايه؟ جوه الباص. جوه الباص. نعم. فتعصبت بقى واتضايقت بقى، اللي هو انت لا انت بدت يعني ايه تستاهلي بقى، كل شويه تبص. انا عاد احنا الباص احنا قاعدين ورا، الشباب بيبقوا ورا والبنات قدام. نعم. كل شويه مش عارف تكلم صاحبتها اللي جنبها وتتضايق وتبص وتضحك وكده. فانا بقى اتضايقت، اللي هو انت وهي ما تعرفش ان انا معايا سكينه ولا حاجه. نعم. فخلاص بقى، اللي هو انا اتقفلت بقى وقلت اتضايقت بقى، يعني حاجه زي الطريقه بتاعها قفلتني، اللي هو انت حتى لو انت في حالك وانا كنت. طب يا محمد، الباص بياخد وقت قد ايه من المحله للمنصوره؟ نص ساعة بس. نص ساعة. في النص ساعة دي ما حاولتش انك تقول يعني ملوش لازمة وارجع يا واد بلاش قتل ولا حاجة؟ ما هو انا بقول لك بقى، انا بحكي لك الفترة دي الكلام ده كله في النص ساعة، اللي هو عمال اتكلم واحدة جنبها تهيألي هي معانا بطوك في الليل. اللي هي منا ولا حد تاني؟ لا مش لا ده واحدة مسيباش شعرها زيها. طب اتفضل. مش عارف مين. اتفضل. هي عمالة تتكلم، كان في النص ساعة دي انا اقول ايه هي بتعرفش ان انا معايا السكينة، اقول بلاش ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت الاقيها عمالة تكلم اللي هي جنبها دي ويبصهم ويضحكهم ويتابعوا معرفش بيقولوا ايه. بس من معرفتي يعني ايه مستنتج اللي هما الكلام اللي هما بيقولوه يعني وكده. وانا من قبل كده خلاص بقى، انا يعني ايه انا شايل منك، فانت حتى لو انا شايل منك وانا مقرب وجيت في يوم زي ده لقيتك في حالك وكده هتغضب. لكن انا كنت انا يعني الحاجات اللي في الباص دي ضايقتك؟ ضايقتني. نعم. انا لو انا مقرب ولقيتها في حالها وما بتعملش حاجه وانا مقرب 100% انا هتغضب بقى، هي مش واحده ما في حالها ايه. نعم. ما بتعملش حاجه. نعم. لكن انت سبب في كل ده، وانت اللي مدمره حياتي، المفروض بقى انا اللي اقعد اتكلم وانا اللي اقعد اضحك وانا اللي اقعد اعمل، ما عملتش الكلام ده كله وانت اللي قاعده بتعملي الكلام ده. طيب وصلنا عند الجامعه ونزلتوا عند الجامعه، هي نزلت الاول ولا انت الاول؟ هو بنات بقى اللي بينزلوا الاول. البنات نزلوا الاول، كويس. هي نزلت. هي نزلت. وبعدين انت نزلت. كلمتها؟ ما حاولتش تكلمها تصالحها ولا حاجه؟ ما انا بقى لو كنت اتكلمت كنت كان ممكن يحصل زي ما هي عملت في الكليه وتقول ده يعني تتبلى عليا، وانا ساعتها كان معايا السكينة. طيب بدات ضرب فيها ازاي يا محمد لما نزلت وانت نزلت وراها؟ مش فاكر قوي، بس انا ضربتها اللي هو مش فاكر، بس انا كانت هي قدامي وانا ضربتها بالسكينه. طيب كانت قدامي وانا ضربتها. طيب سين يا محمد، هل انت نادم؟ تنادم الندمان يا محمد على قتلها؟ ندمان طبعا، لان انا في الاول وفي الاخر اذيت اهلي طبعا واذيت طيب يا محمد، يعني هل ما كنتش حابب الموضوع يوصل لكده؟ بس يا فندم لو جيت للحق المفروض امها هي اللي طب سيبك من المفروض دلوقتي، هي اللي تتسأل عن الكلام ده. طب سيبك من المفروض، اسمعني ايه مفهوم الحب عندك يا محمد؟ انت شايف الحب يبقى ازاي؟ بمفهوم باي طريقه يعني؟ يعني انت شايف الحب ازاي؟ انا بحب واحده لازم ياخدها يقتلها؟ لا الكلام ده اللي بيقوله اهلها. انا بسالك من اللي دعوه اهلها؟ لا طبعا. نعم. ما هو بيقول لك بيقوم متجوزين ويسيبوا بعض، ما فيش الكلام ده. نعم. لكن طيب انت بتحبها قوي، اللي يزعل ان انت تبقى كويس مع حد والحد ده يستغلك
يزعل واللي يقصف في الواحد اللي انت تبقى كويس مع حد وعملتش معاه حاجة وحش، والحد ده هو اللي يستغلك ويضحك عليك الناس ويقل بيك ويبهدلك وكده. بس انما الحب ما قبلنا وبعدنا، حبه هيحبه موعدي يعني، مفيش مشكلة. يعني مش لأنها رفضتك؟ لا 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 لا، نعم. لا مش لأنها رفضتني. لو أنا حاطط في دماغي كده كنت عملت الموضوع ده من زمان. نعم، لو أنا حاطط في دماغي كده، لكن لا، أنا طيب. أنت عايز تقول حاجة تانية يا محمد؟ عايز اقول بس اللي هو طبعا مفيش حاجة هكبرها باللي انا عملته، لكن كل واحد بيبقى بيعدى على فترة في حياته بيبقى غصب عنه، لكن الحق بقى اللي هي اهلها هما اللي المفروض يتسألوا عن الموضوع ده، لان هما السبب وهما اللي ماشي. شكرا يا محمد. الدفاع بترفع ايدك، اتفضل. نعم، اولا انت مع حضرتك مستلم النسخه اليوم، لسه هنديك اجل تطلع. طبعا طبعا، ده امر مفروغ منه بدون ما تطلب. عايز تساله في حاجه؟ اتفضل، لو في سؤال جوهري اتفضل. ايوه يا فندم. والدها يا محمد، سين من الدفاع، هل طلب منك ان تذهب وتحضر ابنته بعد تغيبها وترقى المنزل؟ ايوه طلب. ده في بدايه العاده اللي ما بينه وما بينه. طيب. بيقول لي هل والد المجني عليه طلب منك بالاتصال تليفونيا ان تساعده وتذهب لابنته لاحضارها من مرسي مطروح حينما تغيبت عن المنزل لعده ايام؟ طلب مني، بس هي ما كانتش بقى في مرسي مطروح، ده كانت هي في الساحل وقتها، ما كانتش في مرسي مطروح. لعدالة المحكمة. لا، توضح في المرافعة. طيب. احنا في مرحلة سين وجيم. تمام، مفيش أي أسئلة تانية. بس شكرا جزيلا. حضرتك حاضر معاه؟ مع حضرتك، اتفضل يا بيه. بس السؤال، هل أنت متأثر بالضرب الواقع عليك نفسيا وبدنيا ولا لا؟ ويعني هو لما يقول كده يبقى تقرير طبي. سين من الدفاع، هل انت بكامل قواك العقليه؟ الاستاذ بيسالك انت في كامل قواك العقليه دلوقتي ولا لا؟ ايوه يا فندم، بكامل قواك العقليه. ايوه يا فندم، انا في كامل قواي العقليه. شكرا. الادعاء بالحق المدني. نعم يا حبيبي. طيب، سين بتاع الحق المدني يا ريس، اتفضل. سين من المدعي، من وكيل المدعين بالحق المدني، اتفضل. لماذا تم تغيير أقواله اليوم عن أقواله في أمام النيابة؟ سيدي، هذا لا ليس سؤالا، هذه مرافعة. يا أبا هواد أرجوكم، يا أبا هواد، يا أستاذ، مقاطعة. لا، إحنا لو هناخد شهرين نحقق كل مطالبه، هناخد شهرين نرفع إيدينا، لما ينتهي أستاذ يبدأ غيره. مسألة لماذا غيرت أقوالك، ده ما تسألش فيها. سعادتك بقى تقول في المرافعة أن هناك تناقض بالأمس عن اليوم. بس في سؤال تاني، مدعي مدني تفضل. سين من المدعي بالحق المدني، اديله المايك. اخترت السكينة ليه يا محمد؟ مش معنى السكينة. نعم، هو اختار سين من الدفاع المدعي بالحق المدني. لماذا اخترت السكين للقتل يا محمد؟ الأستاذ بيسألك. اخطب يعني، ليه قتلت بالسكينة؟ أيوة. مش بطريقة تانية؟ ما عرفش حاجة غير السكين. مش عايزين يعني الأسئلة لو جوهرية يا بهوات. نعم، اللي انت بتقوله ده في التحقيق، اتفضل قول. تشتغل يا محمد ليه؟ اتفضل. انا بشتغل في اسئله ثانيه يا استاذ؟ لا، كفى كفى كفى، لو الباقي يبقى في المرافعه. اتفضل، مش عايزين نهرب اكتر من كده. السؤال ايه؟ انت معاه؟ مع المدعي بالحق المدني. اتفضل. محمد،
ليه قتلت نيرة بهذه الوحشية وكنت مصر على فصل رأسها عن جسدها؟ آخر سؤال. هذه الوحشية موتها وخلاص. أنا موتها وخلاص. سين يعاد إلى محبسه، يعاد إلى القفص، يعاد إلى القفص. ثانية واحدة بي، ثانية واحدة. حاضر حاضر. نلتزم الهدوء. احدكما يبدا وعلى اساس ان احنا مش هنكرر. خلاص خلاص اخبار المراقبه. طيب ناخد عناصر، ناخد عناصر، ناخد عناصر. أمرنا الله عز وجل في كتابه. طيب احنا استاذ